السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم أحبتي. اليوم رح أعلمكم طريقة لتجفيف بعض أنواع الورقيات العطرية مع الاحتفاظ بالرائحة الزكية واللون الأخضر الجميل، ورح تكون الطريقة جدا سهلة، ورح أعلمكم بعض الأخطاء اللي يقعوا فيها البعض أثناء تجفيفهم للورقيات. لنجاح عملية التجفيف لازم تكون الورقيات طازجة، بمعنى أن احنا نجفف الورقيات العطرية بمجرد جلبها من السوق، ما نخليها في الثلاجة كم يوم وبعد كده نقول راح نجففها. هذا الشيء راح يفقدها جزء كبير من الرائحة والطعم واللون الأخضر. الورقيات سهلة الزراعة في البيت، فإذا كانت عندكم مساحة ولو كانت بسيطة جداً فأنصحكم أن أنتم تزرعوها، لأنها سهلة وما تحتاج إلى الكثير من العناية. رح أبدأ بتجفيف الحبق. في ميزة الحبق أن سيقانه تكون سميكة، فلذلك الأفضل أني أفصل السيقان عن الأوراق. لو تركت السيقان مع الأوراق رح ياخد فترة طويلة لحد ما يجف ويتغير لونه، ممكن يصير لونه أسود ويفقد كذلك جزء من الرائحة. فلاحظوا كيف نشيل الأوراق. أسهل وأسرع طريقة لفصل الأوراق عن السيقان هو إزالتها بالاتجاه المعاكس لاتجاه نموها. لاحظوا كيف نفصل الأوراق عن السيقان بكل سهولة. وبكذا انتهيت من كل الكمية اللي كانت عندي في وقت قياسي، أخذ تقريبا 7 دقائق. أبدأ أغسل الأوراق بشكل جيد بالماء، وبعد ما أغسلهم أضع ملعقة خل في ماء الغسيل وأتركهم تقريبا 5 دقائق، وبعد كده أشطفهم. أضع الأوراق اللي تم تغسيلهم بشكل جيد في سلة التجفيف للتخلص من أي قطرات ماء زائدة. يمكن الاستعاضة عن سلة التجفيف بفوطة نظيفة ليتم امتصاص الزائد من الماء. بعد الانتهاء من عملية الغسل والتنشيف، أخلي الورقيات في سلة لكن بكمية قليلة. هذا اللي انتم تشوفوه، هذه الكمية قسمتها على سلتين، لأن لو خلينا كل الورقيات في سلة واحدة ما راح تنشف عندنا بسرعة، واحتمال الورقيات اللي تكون في أسفل السلة يتحول لونها إلى اللون الأسود. أفضل مكان بالنسبة لي لتجفيف الورقيات هو في المطبخ، وبالأخص فوق الثلاجة، مثل ما تعلمت من الوالدة الله يحفظها. بالنسبة للنعناع عملت معاه نفس طريقة الحبق، وهو فصل الأوراق عن السيقان. والمرقدوش أو المردقوش أو البردقوش حسب ما يسمى، احنا نكون مخيرين، أما أن احنا نفصل الأوراق عن السيقان أو نترك الأوراق في السيقان وراح يجف بسرعة، يعني يختلف عن طريقة الحبق والنعناع، لأن سيقانها ما تكون سميكة بزيادة والأوراق كذلك رقيقة جدا، فممكن تنشف خلال وقت قصير. ونفس الحكاية بالنسبة للزعتر، فالزعتر نفس الشيء، أوراق تكون صغيرة وسيقانه ضعيفة، فما أفصل الأوراق عن السيقان. من الضروري جدا تحريك الورقيات أثناء فترة التجفيف بشكل يومي، علشان أخلي مجال للهواء أن يتخلل بينهم ويسرع عملية التجفيف ويمنع التعفن. وهذا شكل النعناع بعد 3 يوم من عملية التجفيف. لاحظوا كيف أنها لا زالت محتفظة بلونها الأخضر الزاهي، كذلك رائحتها الزكية. وهذا طبعا الحبق أو الحبق نفس الشيء محتفظ بلونه الأخضر. كيف نتأكد من أن عملية التجفيف تمت بنجاح؟ ناخذ ورقة من الأوراق ونضغط عليها بيدنا، راح نشوفها أنها تتفتت بسهولة وتطلع صوت،
فهذا معناه أن تم عملية التجفيف 100%. من الأخطاء الشائعة عند البعض عدم ترك الأوراق لتجف تماماً، فلذلك بمجرد رؤيتها ناشفة أو جافة يعتقد البعض أنها جفت تماماً ويقومون بتعبئتها في العلب، وبعد فترة راح يلاحظوا عليها التعفن أو فقدانها للرائحة الزكية، وهذا بسبب وجود جزيئات الماء فيها لأنها أساساً ما كانت ناشفة أو جافة 100%. الخطوة الأخيرة هي تعبئة البرطمانات أو العلب بالورقيات العطرية، ولازم أتأكد أن العلب هذه تكون جافة تماما، لذلك أحب أني أغسلها بيوم أو أفضل أني أغسلها بيوم علشان أتأكد من جفافها في اليوم اللي راح أستخدمها فيه، لأن أي نقطة ماء في العلبة راح تخرب لي كل الشغل اللي عملته. بما أني راح أستخدم الورقيات بشكل يومي، لذلك فتح العلبة وإغلاقها بشكل مستمر يسبب فقدانها للرائحة الزكية، فالأفضل الاحتفاظ برائحة العطريات لمدة سنة وأكثر هو وضع الكمية بأكملها في علبة كبيرة، ثم وضع الكميات اللي راح أستخدمها بشكل يومي في علب أصغر، وبإمكاني تعبئة العلبة الصغيرة من العلبة الكبيرة بشكل أسبوعي. ثاني شيء، العلبة الكبيرة اللي فيها العطريات لازم أخزنها في مكان بارد وجاف وبعيد عن الضوء، لذلك أفضل مكان يكون في الثلاجة. بعض أنواع العطريات مثل الروزماري أو أكليل الجبل، الزعتر، المردقوش تفقد لونها الأخضر الزاهي ويتحول لونها الأخضر إلى اللون الأخضر الباهت أو الرمادي بعد ما تجف، وهذا شيء طبيعي جدا طالما ما زالت محتفظة برائحتها، فعملية التجفيف اللي قمنا فيها هي عملية ناجحة. وهذا شكل العطريات بعد ما جففناها، هذا عندنا الريحان، وهذا الحبق، وهذا المردقوش أو البردقوش. نقطة مهمة جدا، العطريات بعد ما تجف أبدا لا تفتتوها، خلوها مثل ما هي بأوراقها الكاملة التامة. ممكن تفتتوها لما تحطوها مثلا في الأكل أو في الشراب، بس وهي أساسا في العلبة خلوها مثل ما هي علشان لا تفقد رائحتها. آخر خطوة عملتها وضعت ستيكر كتبت فيه اسم النبات وتاريخ التجفيف. كافأت نفسي بكوب من الشاي اللذيذ المعطر برائحة الحبق في حديقتي الصغيرة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وأفادكم، وإذا عجبكم واستفدتم منه لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك، شاركوا أحبابكم وأصحابكم، وإذا حابين يوصلكم كل جديد اعملوا سبسكرايب بتفعيل الجرس واختاروا الكل حتى توصلكم كل الفيديوهات الجديدة أول ما أنزلها. وشكرا جزيلا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.